وضيفنا اليوم عبر تطبيق زوم الكاتب الدكتور خالد زيدان اللي يحدثنا عن روايته أفيزيا. يا هلا ومرحبا فيك. يا أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بأهل الإمارات الطيبين وكل وطن. يا أهلا وسهلا فيك. مرحبا فيك. شكرا لك. طبعا في البداية حدثنا عن فكرة رواية أفيزيا ومعنى كلمة أفيزيا بالذات. أفيزيا هو مرض موجود عندنا في الوطن العربي مشهور بكلمة العي، أي فقد النطق وفقد القدرة على الكلام. بيجي صدمة نفسية أو صدمة عضوية، أثر صدمة نفسية أو عضوية في منطقة بروكا في المخ، وهي المسؤولة عن إنتاج الكلام. فالفرضية هنا كانت كالآتي: ماذا لو بنتعامل مع حد فاقد القدرة على الكلام؟ يعني مثلا بيتكلم بتهتهة معينة، فتلاقيه بيكرر بعض الحروف الساكنة أو المتحركة وسط الكلام، وبالتالي هو غير مفهوم. هنا كانت الفرضية إن هل لو حد قدر يفقد القدرة على الكلام، هل هيكون عنده رغبة في التواصل؟ اللي هو ممكن يكون حاجة من كتير، يعني ممكن يكون بيرسم، ممكن يكون بيتكلم، ممكن يكون بيكتب. فماذا لو فقد القدرة على الكلام؟ هل ساعتها إيه اللي ممكن يحصل؟ نعم. يعني من هذه الرواية، يعني دكتور، عرضت كعمل مسرحي، حدثنا أكثر عن هذه التجربة. نعم، كنا في أفيزيا كان قصدنا حاجة معينة منها، ألا وهي تسليط الضوء على فكرة الصدمات اللي ممكن تتعرض الإنسان. نعم. ولكن الجديد اللي كان موجود في رواية أفيزيا كالآتي: إن إحنا كنا بنفترض فرضية غريبة شوية. لو إحنا بنتكلم مثلا في الوقت اللي إحنا فيه ده، إن الموضوع دلوقتي موجود على منصات عالمية ومنصات عربية حاليا، جزء من الفانتازيا أو الخيال العلمي، فإحنا عندنا الحضارة المصرية والعربية هي زاخرة جدا. فإحنا كنا بنفترض فرضية، ألا وهي إيه؟ إن ماذا لو في حد من أيام 1650 قبل الميلاد، وهو رجل اسمه تيتي بن مين، وهو كان رجل دين، كان كاهن دين في عهد الملك نوبخبرع. فالراجل ده اللي حصل ان في 1650 كان في خونة، وكان هو واحد منهم، كان بيحاول ان هو يدخل لوكسوس مدينة طيبة من خلال تجديد الخطاب الديني عند المصريين. وبالتالي لما كنا بنتفرج على حاجة زي كده، كنا بنلاقي الفرضية كالآتي: إن ماذا لو هذا الرجل يقدر إن هو ينقل اللعنة بتاعته لمصر حالياً دلوقتي في 2009. فالبنت اللي هي اسمها رؤى الشواف، اللي هي البطلة بتاعة المسلسل والبطل بتاعة المسرحية والبطلة بتاعة الرواية، هي مش ورثها من جدودها عقار أو مال أو أي نوع من أنواع الإرث، اللي هي ورثها لعنة. فماذا لو ورثك من جدودك عبارة عن لعنة ستلازمك حتى الممات؟ السؤال هنا: هل أنا بقيت مخير في قراراتي ولا بقيت مصير؟ لأن أنا بمشي على منهاج العيلة وسلو العيلة، اللي هو السلسلة اللي صدمي ده. فهنا الفرضية: إن هل إحنا بنعيش في حيوات شبه حيواتنا؟ هل دي رغباتنا؟ ولا إحنا بنعيش وبنموت في أقدار كتبت منذ آلاف السنين؟ نعم دكتور، حاولت تعتمد على يعني الرواية، حاولت تجعل منها يعني شيء خيالي وأسطوري؟ جداً. نعم. جداً جداً. أنت عارفة الفكرة في إيه؟ شو. احنا في الوطن العربي شوية بنفتقر لهذا النوع من الفانتازيا، وهي مقتصرة على كم منصة موجودة بره. طب ليه يا جماعة؟ ما احنا عندنا حضارة مصر القديمة، عندنا الحضارة البابلية، عندنا الحضارة الآشورية، عندنا احنا الحضارات الأولى كلها هي كانت موجودة من عندنا. من الريجن بتاعنا، من الميدل إيست. فأنت لما بتيجي تتكلم مثلا دلوقتي إن الناس اللي بره دول عمرهم 200-300 سنة وقادرين إن هم يبروزوا شغلهم في حاجة زي كده، طب ما احنا أولى بالشغل ده. صحيح. وبالتالي كان جات لي الفكرة من أفيزيا إن ماذا لو قدرنا نربط اللاين ده بعهد مودرن جدا، ونقدر نعمل حاجة لطيفة. المسرحية عايز أقول لكم كان تحدي كبير جدا في المسرح، لأن احنا قصاد مسرح كامل العدد 650 قاعة كان موجودة بشكل يومي محجوزة، وحضر كبار الفنانين، أستاذ ياسر جلال نورنا، SNL بالعربي نورونا، ونجوم كتير نورونا. وبالتالي هنا الفكرة اللي هو احنا نقدر، عندنا ورق كويس جدا، بس محتاجين صوتنا يتسمع، محتاجين إن حد يشوفنا.
بعد المسرحية جالنا العرض بتاع الرواية تتقلب إن هي مسلسل، وبالفعل مضيناها مسلسل 6 حلقات سيذاع قريبا إن شاء الله على أحد المنصات العربية. جميل. وده بيودينا إن إحنا لو وصلنا إن إحنا قاريين تاريخ كويس هنقدر نوصل التاريخ ده بخط درامي، بخط فانتازيا، بدون ما يبقى فيه نوع من أنواع السبون فيدنج، لأن الولاد ما بيحبوش المباشر. فلو نقدر إن إحنا نوصل للشباب بخلق فانتازيا وتاريخ ودراما طبعا هنتسمع. فعلا حلو، يعني يوم أكيد. يختلط الموضوع خيال مع أسطورة. صحيح. وهي أيضا يعني أشياء واقعية يا ثامر. طبعا الفانتازيا بشكل عام عندنا في الدول العربية مش كثير يتدخلين فيها، لكن في الأفلام الأجنبية والروايات الأجنبية دائما يدخلون في الفانتازيا. فعلا. ونحن أصلا عندنا قاعدة ضخمة نقدر نبني. صحيح. عليها أساطير كثيرة في الدول العربية، لكن المنتجين نعم، لأن المنتجين محتاجين شوية يتحمسوا. يعني خلينا نقول إن الرواية مثلا في مرحلة كانت ضحلة جدا، جي بعد الفترة بتاعت خلينا نقول مثلا آخر رواية فعلا كانت متحققة، يمكن بنتكلم على عمارة يعقوبيان للأستاذ علاء أسوان، احنا بنتكلم دلوقتي في معدين 13 سنة مثلا أو أكتر كمان. لو انت بتتكلم دلوقتي في أكتر رواية ممكن تكون مقروءة، فممكن تكون ولاد حارتنا اللي هي أصلا مثيرة جدا للجدل، اللي هي الرواية أصلا اللي كانت ممنوعة لحد 2011. فأنت بتتكلم إن نوع أو التذوق المواطن العربي للفانتازيا والخيال هو عليه علامات استفهام، لأن إحنا أولى بحضاراتنا إن إحنا نبروزها، فيجي بعد كده الناشر بيخاف يجي يتعاقد على رواية أو يتعاقد على فكرة معينة، لأن هو مش متأكد. ولكن مثلا حصل في 2013 أو 2014 أعتقد رواية الفيل الأزرق، واشتغلت حلوة جدا الرواية وتحققت جدا ماديا، فتحت نفس المنتجين لهذا الاتجاه. خلينا نقول إن الناشر العربي أو المنتج العربي ليه في الأول وفي الآخر إن البرودكت ده هيتباع ولا مش هيتباع، هيمشي ولا مش هيمشي. صحيح. فاللي حصل إن بعد اللقطة دي بدأ أكتر من رواية توصل جدا لقلوب القراء من خلال تحولها وإن يتعمل لها سينماتيك تريتمنت أو يتعمل لها دراما بيست تريتمنت، فتروح مسلسل أو تروح فيلم. فالورق الروائي أو الأعمال أو النصوص الروائية زخرة جدا 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 بحاجات أنتوا فعلا نفسكم تشوفوها على المنصات العربية، ولكن صحيح. المنتج العربي شوية محتاج يجمد قلبه شويتين إن شاء الله. صحيح. بإذن الله بيكون عندنا ناس قلبها جامد وستدخل في الأمور هذه. شكرا لك يعني على هذا الخط الجديد اللي نشوفه في الدول العربية ولا في الكتابة، الدكتور والكاتب خالد زيدان، شكرا لك على تواجدك معنا. شكراً في الفقرة. شكرا لك. الله يرضى.